أجهزة متعطلة وأخرى غير متوفرة، والموجود لا يسد الحاجة. إنه مركز الأورام بالمنصورة، والذي يحتاج فقط لعين رحمة ويد رعاية. وعاوزة الكل يجي هنا وخيط في زائد، إنما ولاد علاج حلو برضه، والناس كلها الحمد لله على جب ربنا. نفس الكل يخيف، ونفس الكل اللي عنده المرض يجي هنا ويخيف. عنده في الضلع العاشر، ورم في الضلع العاشر على الكل. احنا من شهر واحد واحنا هنا، تعبنا وملينا من جهة التعب، تعبنا وملينا، بس هنعمل ايه؟ مش بدنا نعمل اكتر من كده، مش عايزين بس ربنا ينجينا من هنا ويطلعنا على خير. بس نفسي اخيفهم، اللي زي خايفهم ويدعوا لنا كده ويقفوا معانا. تعبان خف ودعوا لنا. تعبت من القعدة طبعا، وكل شوية علاج، وحرام كده يعني، مفروض يجيبوا حاجة عشان الأطفال تخف وتروح. أنا أصلا نفسيتي تعبانة من هنا، وتعبانة أصلا على طول، دم ناقص، لا عد ناقص، كل حاجة ناقص عندي. جهاز هنا بايظ، عايزين أجهزة للمستشفى، عايزين حد الناس تحس بينا، مش عشان خاطر ابني بس، عشان خاطر الكل يساعدونا. أجهزة المستشفى غصب عنهم عطلانة، عايزين نصلحه، عايزين جهاز تاني. المطلوب لنا وللولادنا، مش لحد في المستشفى، لا ليا شخصيا ولا حد معين شخصي. عايزين المستشفى، لان احنا المركز اكبر مركز يعتبر على مستوى الجمهوريه، وما فيهوش الامكانيات، يعني في امكانيات كافيه بس اكيد طبعا بتعطل. فاحنا عايزين حاجات للمستشفى بس، مش اكتر. من الاساس مطلوب لها عمليه قبل الكيماوي وقبل الحاجات دي، فعشان ما فيش مكان في العنايه وما فيش اجهزه ليها، عشان طفله ما دخلتش لحد ما الورم زاد عليها وقفل الرئه في حلها. فاحنا عايزين يعني امكانيات. هم الدكاتره مش مقصرين، بس مش بايدهم، يعني هم بيعملوا اللي عليه، بس ما فيش امكانيات هنا. بيدخلنا في السنه حوالي 80,000 عيان. 80,000 عيان دول معظمهم بيتعالج علاج مجاني، او كلهم. انا بقول معظمهم ليه؟ على اساس ان احنا بدات في الايام الاخيره دي مع نقص الامكانيات، ساعات في حاجات ناقصه ممكن هنشتري. المعوقات طبعا ان احنا بيجي لنا مثلا زي ما قلت سعادتك، ان احنا المناقصات اللي احنا بنتكلم حوالي 100 مليون جنيه في السنه عشان نعالج العيان دول. الدوله بتجيب لنا حوالي 20 مليون. كل الكلام ده عجز بيحصل عندنا، عجز في زائد ارتفاع اسعار الادويه. في طبعا اجهزه موجوده، لكن الاجهزه مش كافيه. يعني على سبيل المثال مثلا عندنا الجهاز، لما بيجي لنا 500 عيان في اليوم، وعندنا 500 عيان اقامه، يعني معدل عندنا 1000 عيان في اليوم. ف 1000 عيان هتعملوا تحاليل ومع الكلام ده كله، محتاج امكانيات رهيبه. الامكانيات دي مش موجوده. احنا طبعا اللي احنا عايزينه طبعا نقطتين. اول حاجه هنا طبعا، هنا في عندنا اللي هو الحساب بتاع المركز. الحساب بتاع المركز خمس تسعات، البنك الاهلي فرع الجامعه. البنك الاهلي فرع الجامعه. طبعا زي ما سعادتك عايزه، اي حد ممكن يدفع فلوس في اي بنك، لكن باسم هنا ايه؟ خمس تسعات مركز المنصوره البنك الاهلي لفرع الجامعه. من اي مكان هيجي لنا فلوس علينا، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، ساعات برضه عشان بس يبقى واضح الكلام بطريقه واضحه، في ناس ما بقاش مطمن انه يدفع الفلوس بتاعته في صوره تبرعات. يعني يجي له انطباع ان الفلوس دي بتروح في حاجه ثانيه غير اللي هو بقاصده. طيب كلام جميل، احنا مش عايزين منك فلوس، عايزينك تيجي تشتري اجهزه. تيجي تشتري ادويه، تعالى المركز زوره. عايز تجيب جهاز تحطه على اسمك، ما عندناش مانع. عايز تشتري ادويه، احنا طالبينها، تعالى اشتريها، بحيث تبقى انت برضه حاسس ان فلوسك بتروح في مكانها، واحنا برضه هنحس باكثر مصداقيه.